السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أداة جديدة مجانية اسمها كولومبانا. لو أنت عايز تعمل تاج للعمود، فالأداة دي هتعمل بس سيلكت على العناصر اللي أنت عايزها، وتيجي هنا تقول له كولومبانا، تحدد الليفل اللي أنت عايز تختار تحط في الحاجات فيه، والسيلكت سلاب تايب، وتبدأ تختار الإكس والإكس واحد اللي هي دي ودي، والواي والواي 1 المسافه اللي انت عايزه من ناحيه دي والمسافه اللي انت عايزه من ناحيه دي. ممكن تخليهم قد بعض او تخليهم مختلفين زي ما انت عايز، وتقول له ابلاي، يبدأ يظهر معاك بشكل ده.